نروح لمداخلة هاتفية مهمة جدا. من كام يوم، مش من كام يوم، امبارح واول امبارح يعني، كنت اتحدث معكم عن مجلس ادارة نادي الزمالك، وقلت لكم انه اللي عمله مجلس ادارة نادي الزمالك هو مش انجاز، هو اعجاز حرفيا، انك تحل مشاكل ايقاف القيد وتدفع الفلوس، انك تتعاقد مع هذا الكم من اللاعبين، انك تسدد مستحقاتك المتأخرة، انك تسدد مستحقات المتأخرة للاعبين، انك تتفق مع بعض اللاعبين على تجديد عقودهم، انك تحل كل الازمات الداخليه في كره القدم وغير كره القدم. كل ده مش في شهور قليله، في عدد ايام قليله. الموضوع اقرب للمستحيل انه كان يتنفذ. انا بصراحه ما اكذبش عليكم يعني، حتى واحنا ندعم ونساند ونقول يا رب نشوف الزمالك في احسن حال ويرجع تاني واحد من اهم القلاع الرياضيه المصريه وهو سليم معافى يعني، بس كنت شاكك هيعملوا ده ازاي يا جماعه، ده لو يعني مين مش هيقدر يعمل ده. فبصراحه كله اشتغل، كل الناس اشتغلت، وتحديدا ملف كره القدم في نادي الزمالك هو ملف ثقيل جدا، لانه الملف الاكثر جماهيريه، ودائما وابدا الملف ده حواليه الكثير من الضغوط الجماهيريه. في واحد قرر مع مجلس الاداره كله انه يتصدى لده ويتحمل المسؤوليه في الوقت الصعب ده. هو معايا على الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن احمد سليمان، عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف على كره القدم في النادي. يا كابتن احمد مشرف ومنور، وبدايه بهنيك وبهني مجلس الاداره كله على هذا العمل العظيم اللي قدمتوه لنادي الزمالك خلال الفتره القليله الماضيه. تحياتي ليك يا كريم، انا بشكرك طبعا وبشكر القائمين على البرنامج ومساندة الفتره اللي فاتت فعلا من قبل الانتخابات لما هيكلوا بتستضيفوا كل الناس وبتعرف برامجها، وبعد نجاح المجلس كان البرنامج داعم لمجلس اداره نادي الزمالك الحمد لله بدعم الاعلام وجماهير نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه وموردين نادي الزمالك ومجلس الاداره، قدرنا نوصل لعنق الزجاجه اللي احنا نطلع منه بعد هذا الصراع لفترات طويله جدا مع نادي الزمالك. بداية لازم أسألك أول حاجة عن ملف رفع إيقاف القيد وكل هذه الغرامات وكل المشاكل المالية. أنا متأكد أنها كانت ضغوط صعبة جدا، بس عايز أسألك سؤال أول، هل الملف ده أنتوا بتشتغلوا عليه من قبل حتى ما تخشوا انتخابات نادي الزمالك؟ لأن الملف ده في الوقت الصغير قوي ده أنا شايف أنه من المستحيل أنه ينفع يتحقق. واضح أن أنتوا شغالين من بدري يا كابتن أحمد. طبعا دكتور، من الناس المتابع الحمله الانتخابيه للقائمه، كان من ضمن اهداف كتير جدا كان من ضمنها رفع القيد وتجديد اللاعبين واحضار مدرب اجنبي وصفقات، فده كان موضوع مدروس كويس جدا وكان عارفينه قبل ما نخش وعارفين مشاكله وحاطين حلول كتير جدا، بس كنا محتاجين الوقت وتوفيق ربنا. كابتن حسين لبيب واستاذ عمر ادهم واعضاء كتير جدا مجلس الاداره واني بيرزي عملوا كبير، مع حسين السيد عملوا مجهود كبير في هذا الملف. وطبعا لجنه الاستثمار برئاسه الاستاذ محمد اتريبي اللي عضو مجلس الاداره السابق كان راجل ليه دور كبير جدا، واللجنه الموقره ليها وعلاقاتنا بالبنوك والكلام ده كله، اللي احنا قدرنا ندبر 2,700,000 بقى فيهم مدرب قصادي فلوس عشان انهاء التعاقد. كان مبلغ كبير جدا في عز الازمه الدولاريه الموجوده، لكن الحمد لله كان النيات خالصه جدا ومجهود واجتهاد قوي جدا من الكابتن حسين لبيب في هذا الملف. عظيم جدا. في سؤال طبعا جماهير الزمالك كلها بتطرحه واحنا كاعلاميين بنطرحه، هو الناس دي جابت فلوس منين في الوقت الضيق قوي ده، في وقت ما كنا شايفين الزمالك يعاني جدا ماليا الفتره الماضيه، لحقتوا ازاي تجمعوا كل هذه الاموال الصعبه جدا في ظروف صعبه جدا في نادي الزمالك، ظروف صعبه بشكل عام فيما يخص العملة الصعبة كمان. اللي جاب الفلوس يا كريم ممكن أقولها في كلمة واحدة. اتفضل. اللي جاب الفلوس هو نادي الزمالك. نادي الزمالك اسم كبير وبراند كبير. طول ما اسمه بيتطرح وموجود بيقدر يجذب حاجات كتير جدا. يخلينا احنا نبذل مجهود كبير جدا عشان نرفع اسمه. ومعانا اسم نادي الزمالك دوت بيفتح لنا حاجات كتير قوي. بيفتح لنا مصالح حكومية، بيفتح لنا بنوك، بيخلي رجال اعمال جذابين، بيخلي الجماهير اعضاء الجمعيه كل الناس اسم نادي الزمالك ارتباطهم بالناس دي باسم نادي الزمالك خلى كل يسعى ويعمل منظومه محترمه.
عمل مؤسسي محترم عشان نقدر نوفر هذه المبالغ. لكن المجلس والزملكاويه كتير قوي بيضموا عقليات اقتصاديه وعضلات اداريه وفنيه على مستوى عن كل الناس دي تكاتشت فعلا مع مجلس الاداره من هذا الملف الصعب، من اصعب الملفات في تاريخ نادي الزمالك، ان هذه المده كلها فك القيد وكم الديون على النادي بالعمله الصعبه على ناس كتير جدا، وبتدفع الحاجه دي وانت مش مقتنع. مش مقتنع لان بتبذل مجهود في حاجه غصب عنك لازم تعملها. ناس تربحت من الفلوس ديت انديه ثانيه واحنا لم نستفيد بلعبتها بمشاكلها، حاجات كتير قوي. لكن كان اهم حاجه شيل تراب، شويه تراب كده موجودين على اسم نادي الزمالك. الحمد لله نادي الزمالك رجع براق، وده اللي احنا اشتغلنا عليه، اسم البراند بتاع نادي الزمالك فتح لنا ابواب كتير جدا.